بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الحمد لله رب العالمين، أوجب على الوالدين تربية الأولاد في الصغر، وأوجب على الأولاد بر الوالدين في حالة الكبر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الخلق والأمر، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد البشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه السادة الغرر، سلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إنه تبادل بين الوالدين والأولاد، فالوالدان يربيان الأولاد في حال صغرهما وضعفهما بالتربية البدنية، الطعام والشراب والكسوة وتوفير المصالح ودفع المضار عنهم. والأولاد يدعون لآبائهم في مقابل هذه التربية بالرحمة، ويبرون بهما في حال كبرهما وحاجتهما، وهذا من باب الشكر على المعروف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صنع إليكم معروفاً فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أن قد كافأتموه. إن تربية الآباء والأمهات لأولادهم لا يقتصر على التربية البدنية الحيوانية، وإنما المهم والأكبر تربية القلبية العقلية، وذلك بتربيتهم على العقيدة الصحيحة وعلى عبادة الله وفعل ما أوجب الله وترك ما حرم الله، وعلى الأخلاق الفاضلة والسلوكيات الحميدة. فإن الأولاد ينشؤون على ما رباهم عليه آباؤهم، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للوالدين: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فأمر الوالدين في أن يأمروا الأولاد قبل وجوب الصلاة عليهم وهم في سن التمييز، من أجل أن يتربوا على الصلاة ويعظموها وينشأوا عليها، ولا يؤخر الأمر إلى البلوغ بل عند التمييز. وإذا قارب البلوغ فإنه يضرب على ترك الصلاة ولا يكفي الأمر، فعند التمييز يؤمر بدون ضرب، وعند مقاربة البلوغ
في سن العاشرة يؤمر ويضرب إذا لم يمتثل. ولا يكفي هذا، بل أيضاً يجنبون المحارم الحرمات، فلا يتركون يبيتون على فراش واحد وتحت غطاء واحد أو في منزل واحد صغير، يخلون فيما بينهم، بل يفرق بينهم في المضاجع، فكل واحد يرقد في مضجع مستقل عن الآخر لئلا تدب بينهم الشهوة وهم في سن المراهقة، فينشأوا على فساد الأخلاق. هذا إرشاد دقيق من النبي صلى الله عليه وسلم في أننا نربي أولادنا على العبادة وعلى الأخلاق الحميدة، ولا نتساهل معهم ونقول هؤلاء صغار أمهلوهم حتى يكبروا، فإذا تركناهم وهم صغار عجزنا عنهم وهم كبار. إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت، ولا تلين إذا كانت من الخشب. إن الناس في هذه الأيام يهتمون بالامتحانات في الدروس، الآباء والأولاد والأمهات يهتمون بالاختبارات خشية أن يرسبوا في الامتحان، وهذا أمر مستحسن وأمر طيب، لأن الشاب الذي لا يتعلم يضيع في المجتمع. فاليوم لا قيمة للشخص بدون تعلم، ولا يسند إليه أي عمل بدون شهادة علمية وخبرة عملية. فالعناية بالدراسة والامتحانات أمر مستحسن، ولكن لا يتوقف الأمر على هذا، بل علينا أن نهتم بجميع شؤونهم، نحافظ عليهم في أداء الواجبات واجتناب المحرمات، ونعزلهم عن جلساء السوء وعن دعاة الضلال الذين يتخطفونهم ليفسدوا عقولهم بالمخدرات والمسكرات وشرب الدخان والقات، ويفسدوا أعراضهم بفعل الفواحش، ويفسدوا دينهم بترك الصلاة وترك العبادات. إن دعاة الضلال في هذه الأيام جادون في دعوتهم، ودعاة الخير متكاسلون في دعوتهم، إلا من شاء الله. وأول من يسأل عن الأولاد هم آباؤهم، لأنهم أمانة في أعناقهم. فالشاب إذا فسد في دينه أو في عقله أو في عرضه يصبح خسارة على والده في الدنيا والآخرة، وإذا صلح صار نعمة على والده في الدنيا والآخرة. في الدنيا يبر به عند الكبر ويقوم بمصالحه وينوب عنه في أموره التي يضعف عنها، وفي الآخرة يدعو له. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم
انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالأولاد الصالحون يجري نفعهم على والديهم في الدنيا وفي الآخرة، والأولاد الفاسدون يكونون ضرراً على والديهم في الدنيا والآخرة. في الدنيا يكونون حسرة عليهم وفضيحة عليهم أمام الناس، ينظرون إليهم بحسرة ويخجلون من تصرفاتهم وينكسون رؤوسهم عن الناس حياءً وخجلاً من تصرفات أولادهم. وفي الآخرة لا ينفعونهم لا بدعاء ولا بصدقة ولا بمعروف ولا بتنفيذ وصايا ولا بوفاء ديون ولا غير ذلك. ولا شك أن الوالدين عليهما مسؤولية كبيرة في نشأة الولد. قال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. المولود يولد على الفطرة، الفطرة السليمة النزيهة الصالحة للتوجيه، مثل التربة الصالحة للزرع. ففطرة الطفل مثل التربة الطيبة، يزرع فيها الخير وتنتج إذا حوفظ عليها ووجهت التوجيه السليم. أما إذا أهملت أو وجهت التوجيه السيء فسدت، فصار الطفل يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا والعياذ بالله، صار من أمم الكفر بدل أن يكون من أمة الإسلام، وهذا خطر عظيم. فالواجب على الوالدين أن يهتموا بأولادهم، لا في الدراسة فقط ولكن في جميع الأمور، فإن الله حملهم مسؤوليتهم وسيسألهم عنهم يوم القيامة: وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وتعظم المسؤولية حينما يشتد الخطر، والخطر شديد في هذا الزمان كما تعلمون. فالواجب على الوالدين أن تتضاعف جهودهم وأن يتنبهوا لأولادهم من جميع النواحي، وإن نالهم التعب في ذلك فهم على أجر. ولا يمكن أن تحصل على الثمر بدون أن تبذل السبب، فالنتائج متوقفة على الأسباب، والصلاح والفساد لهما أسباب. فعلى الوالدين أن يقوما بالأسباب الصالحة، وعند الله جل وعلا النتائج والمقدرات، والله جل وعلا لا يضيع أجر المحسنين. وإذا علم الله من الوالد صدق النية ورأى وعلم منه حسن العمل والجد والاجتهاد، فإن الله يعينه ويسدده. وكم رأينا من الوالدين الطيبين الذين اجتهدوا مع أولادهم وحافظوا عليهم، كم رأينا من صلاح الأولاد واستقامة الأولاد، لأن الوالدين بذلا الأسباب الطيبة. وكم رأينا من ضياع الأولاد بسبب إهمال الوالدين. فالصلاح لا يأتي عفوا بدون سبب وبدون تعب،
فكما أنك لا تجلس في بيتك وتنتظر الأرزاق والتجارة وأنت جالس، وإنما تخرج لطلب الرزق، فكيف ترجو من أولادك أن يصلحوا بدون أن تبذل السبب لصلاحهم؟ فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الأولاد والأموال فتنة. قال الله جل وعلا: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فالله يبتليكم بالأموال ويبتليكم بالأولاد لتظهر تصرفاتكم السيئة أو الحميدة، والجزاء من جنس العمل. فاتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في أولادكم، ولا تقصروا ولا تملوا، واصبروا على التعب، فإن التعب في هذا مخلوف، والتعب في هذا مأجورون عليه، وستحمدون العواقب في الدنيا والآخرة وتنسون التعب الذي حصل عليكم. فاتقوا الله عباد الله، حافظوا على أولادكم ليكونوا قرة أعين لكم، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لا يكونون قرة أعين بدون سبب وبدون تعب وبدون اجتهاد، لا يكونون قرة أعين إلا إذا بذلتم ما تستطيعون من الاجتهاد والتربية الطيبة والمراعاة الحميدة والقدوة الحسنة. وهذه مهمة، أن يكون الوالد قدوة صالحة لأولاده. كيف تطلب من الأولاد أن يحافظوا على الصلاة وأنت لا تحافظ عليها؟ كيف تطلب من الأولاد أن يتجنبوا المحرمات وأنت تقع فيها وهم يشاهدونه؟ كيف تطلب من الأولاد أن ينزهوا ألسنتهم عن السب والشتم والغيبة والنميمة وأنت واقع في هذه الأمور؟ لتكن أنت أولاً قدوة حسنة صالحة حتى يقبلوا منك ويتأثروا بك ويسيروا على نهجك. فاتقوا الله عباد الله في أنفسكم وفي أولادكم الذين هم الثروة الحقيقية، ليست الثروة كثرة الأموال ولو بلغت المليارات، وإنما الثروة الولد الصالح. هذا والله هو الثروة، الولد الصالح الذي يبر بك في حياتك ويدعو لك فيما بعد وفاتك ويكون امتداداً لأثرك. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. آمنوا واتبعتهم ذريتهم، هذا هو القدوة، هو القدوة الصالحة. لما رأوا من والديهم الإيمان آمنوا مثلهم، يجمع الله بينهم يوم القيامة في الجنة في منزلة واحدة، لتقر أعينهم، تقر أعين الجميع، أعين الأولاد بآبائهم وأعين الآباء بأولادهم، واجتماع لا فرقة بعده، ونعيم لا ينفد، وراحة لا تنقطع، وجنة عرضها السماوات والأرض، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اتقوا الله عباد الله، وتأملوا في أحوالكم، وتأملوا في حالتكم مع أولادكم، فالمقصر منكم يتدارك، والمجتهد يستمر،
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، أستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليماً كثيراً. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى، واعلموا أن الاهتمام بالأولاد في العطلة الصيفية أشد من الاهتمام بهم في وقت الدراسة، لأنهم يتطلعون إلى العطلة على أنها حرية وأنها ينطلقون فيها، فهم بحاجة إلى ضوابط، بحاجة إلى ضوابط من الوالدين في العطلة الصيفية. وأنتم تعلمون شدة الفتن في هذا الزمان والمغريات، تعلمون ما يبث في الفضائيات والقنوات والإنترنت، ما يبث من الشرور المفسدة للعقيدة والمفسدة للدين والمفسدة للأخلاق، وهو غزو منظم من الكفار للمسلمين أشد من غزو السلاح، فتنبهوا لذلك. ولا شك أن الشباب يتفرغون في العطلة وقد ينقطعون مع هذه الوسائل المدمرة ليقضوا أوقاتهم في متابعتها، وهي تحمل السموم القاتلة والأفكار المنحرفة والأخلاق الفاسدة، فتنبهوا لها. لا تدخل بيوتكم، فإن بعض الآباء يوفر لأولاده ما طلبوا منه ولا ينظر في العواقب ولا يستشير أهل العلم وأهل المعرفة، بل كل ما طلبوا منه وفره لهم، يريد أن يرضيهم ويتخلص منهم، لكنه لن يتخلص منهم. فالخلاص لا يكون إلا بالتربية الحميدة. وأيضاً يكون هناك تجمعات يتخطفون الشباب ويغرونهم، تجمعات في الاستراحات، تجمعات في الأسفار، تجمعات في بعض البيوت الخالية أو بعض الأمكنة الخالية، تجمعات مشبوهة يغزوها دعاة الضلال ودعاة السوء ليفسدوا أفكار أولادكم. فتنبهوا لهذه الأمور، ولا تتركوا الأولاد يسرحون ويمرحون ويذهبون حيث شاءوا بدون مراقبة وبدون متابعة، فإن الخطر شديد. والعطلة الصيفية أشد من وقت الدراسة، لأن وقت الدراسة يرتبطون بالدراسة ويذهبون للمدارس، لكن في العطلة الصيفية ينطلقون، فلا بد من متابعتهم وضبطهم والإشراف عليهم. دربوهم على الأعمال، دربوهم على الأعمال التجارية معكم، ولوهم شيئاً من التصرفات وراقبوهم، لا تدعوا لهم فراغاً، اربطوهم بأهل العلم بالدروس في المساجد. أما الدروس التي خارج المساجد في الاستراحات أو في الخلوات فاحذروا منها غاية الحذر. الدروس إنما تكون في بيوت الله عز وجل، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، في بيوت الله عز وجل. فاربطوهم بالمساجد وبالدروس وحضور حلق الذكر مع العلماء،
الموجهين، فإن زمن العطلة يعتبره كثير من الناس زمناً للانفلات، وربما يذهبون لما يسمونه بالسياحة التي لا يخفى ما فيها من الشرور، فلا تتركوهم يذهبون وحدهم، إن كان ولا بد فلتذهبوا جميعاً في وقت محدد ثم ترجعون وتضبطونه. وأولى ما تكون السياحة إلى بيت الله العتيق وإلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقيمون في مكة أياماً وتقيمون في المدينة أياماً أنتم وإياهم في العبادة وفي مهبط الوحي. الصلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة، الصلاة في المسجد النبوي عن 1,000 صلاة. فلتكن السياحة هناك وقضاء ما تيسر من الوقت في مكة والمدينة، أو تسافرون معهم لصلة الأرحام في بلادكم ولأقاربكم في البلاد التي هي خارج هذا البلد. المهم أن تكونوا معهم ولا تتركوهم يذهبون مع أناس لا تعرفونهم أو يذهبون وحدهم أو مع سفهاء من جنسهم فيرجعون وقد تأثروا وقد مسحوا ما كنتم ربيتموهم عليه في الأول، مسح، فتخسروا تعبكم وتخسروا أولادكم. فالأمر أمر يحتاج إلى الاهتمام، يحتاج إلى التفكير، ولكن كثير من الآباء يريد أنه يتخلص من الأولاد، يروحون إلى أين يذهبون؟ ما عليه، يتخلص منهم، يستريح منهم، يذهبون مع من شاء وإلى ما شاء ويتخلص منهم ولا عليه منهم. وقد يوفر لهم الأموال، يوفر لهم الأموال التي يسافرون بها، يوفر لهم السيارات الفارهة الجديدة. وبعض الآباء قد يكون فقيراً فيستدين السيارة ويعطيها للأولاد، فهو أعانهم على الضياع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أنكم حملتم حملاً ثقيلاً مع أولادكم، وأنكم مسؤولون أمام الله عن هؤلاء الأولاد يوم القيامة. نعم، قد يقول بعض الناس الصلاح بيد الله، نقول نعم الصلاح بيد الله، لكن الصلاح له أسباب، فإذا بذلت الأسباب وقمت بما تستطيع ولم يحصل لهم صلاح فأنت معذور أمام الله سبحانه وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، لكن أنت ما بذلت الأسباب ولا قمت بما وجب عليك حتى تقول الهداية بيد الله. الهداية لها أسباب، فأنت تقوم بما تستطيع، وإذا قمت بما تستطيع فالهداية بيد الله سبحانه وتعالى. فاتقوا الله عباد الله، واعرفوا مسؤوليتكم نحو أولادكم قبل أن يفوت الأوان ويفلت الزمام من أيديكم فتندمون في وقت لا ينفعكم الندم. الطفل ما دام صغيراً فبإمكانك أن توجهه، لكن إذا كبر لن تستطيع ثنيه ورده، لأنك أهملته صغيراً فعقك كبيراً. يروى أن رجلاً جاء إلى بعض العلماء فقال له ابني يضربني. قال له ماذا كنت تعمل معه؟ قال كنت
أتركه مع الثيران مع البقر يسني ويحرث الأرض، عمله مع الثيران ومع البقر. قال إذن يظنك أنك ثور مثل الثيران، ضربك مثل الثور، يظنك ثور فضربك مثل ما يضرب الثور، لأنك لم تربه وإنما تركته يعمل مع الثيران فظنك واحدا منها. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم كف عنا عدوان المعتدين وبأس الظالمين، واجعل ذلك في نحورهم يا رب العالمين. اللهم من أرادنا أو أراد ديننا أو أراد بلادنا أو أمننا واستقرارنا بسوء فأسلله بنفسه، واردد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واكف المسلمين شره، إنك على كل شيء قدير. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين من اليهود والنصارى وسائر الكفرة والمشركين والمنافقين والمرتدين، اللهم شتت شملهم وخالف بين كلمتهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح ولاة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أصلح بطانتهم، وأبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروا نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.